أندرياس كانتور المعلق الأرجنتيني الكبير الأشهر في العالم. يا فندم صباح الخير، مشرفنا ومنورنا في برنامج رقم 10 على التلفزيون المصري. أشكركم، وإنه لشرف لي أن تكونوا قد كرست وقتكم لاستضافتي. ده احنا متشرفين بيك جدا، واستمتعنا جدا بهذا الفيديو الشهير اللي تأثرنا بيه جدا، اللقطة العظيمة جدا، لحظة فوز الأرجنتين بكأس العالم وانفعالك العفوي في هذه اللقطة، لقطة لفت العالم كله. بلا شك انها كانت الصرخة المنتظرة من كل الأرجنتينيين خلال 36 عاما الأخيرة. في هذه المواقف وانت بتعلق على مباريات حاسمة، حاسمة لوطن، حاسمة لبلد، حاسمة لمنتخب كبير زي المنتخب الأرجنتيني، في مباراة راحت ورجعت كثيرا، تعاملت مع هذه المواجهة ازاي؟ كان قاسي جدا لأنه كان نهائي مليء بالعواطف، فأنا كالأرجنتين كانت تسيطر بطريقة كبيرة على المباراة، وفي توقيت ما تم التعادل، وبعد ذلك ضربات الجزاء أعتقد أن لها إحساس مختلف عن المباراة، وعندما كان مونتيل كان الشعب كلهم وراء هذا الفريق حتى يفوزوا بلقب بطل العالم. حتى وصلت حتى هذه اللحظة، هل شكيت في لحظة أن المنتخب الأرجنتيني قد يخسر هذه المواجهة؟ بلا شك في اللحظة الحارس المرمى مارتينيز في الدقيقة 102 قد أخرج أو صد بقدمه هدف مؤقت، وهذا كان سيكون سبب في فوز فرنسا، وكنت سأستعد للصرخة، ولكن نحمد الله بأن مارتينيز استطاع أن يصدها بقدمه حتى وصلنا إلى ضربات الجزاء، لأنها كانت مباراة غريبة، لأن الأرجنتين كانت تسيطر حتى الدقيقة 80 وحدث التعادل، وكان سوف يفقد الوقت الإضافي، يفقد المباراة أو يخسر فيها. ليونيل ميسي يحسب الناس له أنه سبب رئيسي في فوز الأرجنتين بهذه البطولة الكبيرة، كيف ترى ليونيل ميسي في هذه البطولة؟ هل هو المؤثر الأبرز في هذه البطولة؟ إنه شيء لا يصدق، لأنه كان قبل المباراة النهائي كان الجمهور المشجع لميسي كانوا يريدون أن يفوز ميسي بالكأس وليست الأرجنتين التي تفوز بالكأس، ولهذا هذه الجائزة التي يستحقها على مسيرته وعطائه، وبالتالي أنا أعتقد أنه فعل كل شيء. السؤال الجاي ده أتمنى أن أنت تفهمه كويس، هل بطولة 1986 مارادونا كان مؤثر بنسبة أكبر بفوز الأرجنتين بهذه البطولة عن تأثير ميسي بفوز الأرجنتين ببطولة 2022؟ إنها فترة مختلفة، فإن مارادونا هو أعظم لاعب كرة قدم رأيته في حياتي، لأنه لعب في فترة كان هناك كرة القدم بطبيعتها مختلفة وكانت تتميز بالقسوة أكثر، وأعتقد أنه كان يتعرض للضرب أكثر مما يتعرض له ميسي،
فإن دياجو لعب في أراضي صعبة جدا، كانت بعض الأحيان مليئة بالطين وكانت حالتها سيئة، ولكن أعتقد ميسي كان يلعب على أرضيات عالية الجودة، وبالتالي فإن مارادونا بالنسبة لي أنا رأيتهم الاثنين يلعبون، فأعتقد أن مارادونا هو الأعظم، ولكن هذا لا يمنع أن بلا شك أن ميسي هو أيضا يستحق أن يكون لاعب عظيم، ويستطيع أو يستحق أن يجلس على الطاولة مع مارادونا. الصورة هي قدام حضرتك، صورتك مع مارادونا، الصورة الشهيرة أمام حضراتكم كمان، صور شهيدة. هل كانت تربطك علاقة صداقة مع دييغو أرماندو مارادونا؟ لا، علاقة خاصة، لقد تعرفت عليه لفترات كبيرة، كنت معه في أفضل أوقات في مسيرته الكروية، وكان هناك وحيث كان بطل في نابولي في إيطاليا، وبالتالي في 1986 وخلال هذه الفترة كان لدينا علاقة طيبة، كل مرة نرى فيها بعضنا، وبالتالي كان هو بالنسبة لي شخصية خاصة. مقارنة دائما بين ليونيل ميسي ودييغو أرماندو مارادونا من جانب، وانت حسمتها خلاص لصالح مارادونا، وفي مقارنة أخرى دائما بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وقيل أنها حسمت بفوز ليونيل ميسي بكأس العالم، رأيك إيه؟ أعتقد أنهم لاعبين مختلفين، فإن كريستيانو رونالدو من أعظم اللاعبين كرة القدم في زماننا، وأعتقد بأن أنا أرى أنه لا داعي للمقارنة بينه وبين ميسي، لأن ميسي هو أكثر داعما للعب الفريق، أما كريستيانو رونالدو فهو من الهداف من الطراز الأول نظرا لتكوينه الجسماني. فأعتقد أننا لابد أن نصحت أن نعتمد أن نستمتع بلعب الاثنين المختلف، لأن أعتقد بلا شك احنا هنبتدي سوف نبتدي نستمتع بلعب كيليان بابي، وهذا هو عهده، فاعتقد انه هو النجم القادم. اتفق معك جدا، وسؤالي القادم ليك هو يخص واحد من اللاعبين الكبار علقت عليهم، هو ليونيل ميسي في هذه البطوله. لو سالتك افضل تعليق او اكثر لحظه حماسيه علقت فيها على المباريات، كانت اني لحظه؟ بلا شك فانه كان ضربه الجزاء الاخيره، فان الارجنتين في غونزالو مونتيل هو كان الذي سجل، لانه كان سجل الهدف الثاني في المباراه، وبالتالي كان يعمل كان تعاون ما بين الباك اليسار وبين ميسي وبينه، واعتقد انهم سجلوا هدف رائع بالتعاون. عظيم جدا. هل علقت في اي لحظه من اللحظات؟ اتفضل. واعتقد انهم قد ضحوا بكل شيء حتى تحصل الارجنتين على هذه اللحظه الرائعه، وهي ان تكون تتوج كبطل لكاس العالم. هل صدف وان علقت على اي مباراه لنجمنا المصري محمد صلاح من قبل؟ أنا أنقل كل مباراة البريمير ليج في نهاية الأسبوع، وبالتالي أنا لاحظت كثيرا في مباريات ليفربول، وفعلا علقت ونقلت بعض التعليقات، الكثير من التعليقات الخاصة بمحمد صلاح. رأيك كيف أداء محمد صلاح في البريمير ليج من وجهة نظرك، وأنت لك خبرات كبيرة وعديدة في التعليق على المباريات؟ إنه لاعب من الطراز خاص، فأعتقد أن ليفربول الآن لا يمر بوقت جيد، أعتقد أنه كان تعرض لبعض المشاكل، ولكن أعتقد صلاح في الأعوام الأخيرة أثبت أنه هداف من الطراز الخاص، وهذا يشعرنا بالفرحة عندما نراه يلعب. عودة إلى كأس العالم، وسؤالي القادم يخص المنتخب المغربي،
هل ما فعله المنتخب المغربي كان مفاجأة ليك في هذا المونديال؟ نعم، لأنهم بكل تأكيد فأنا لهم مدير فني كان معهم لوقت قصير، وأعتقد أنه استطاع في هذا الوقت أن ينشئ فريق عظيم مع لعيبة لم يكونوا من قبل في المنتخب، لأنهم كانوا في مشاكل مع المدير الفني الأسبق، ولكن أعتقد بأنهم كان لديهم دافع من قلبهم أن يدفعوا بالمغرب وأن يفاجئونا نحن في هذا البطولة لكأس العالم. فإن أن قالوا كثير أن المغرب كانت تدافع عن نفسها كثير، ولكن أنا أعتقد ليس حقيقة، وأعتقد لابد في كرة القدم أنا أعتقد لازم أن تعرف لابد أن تعرف كيف تدافع وكيف تهاجم، فأعتقد لم ينفوا يقوم بشيء يستحون منه. وأعتقد أن الذي لاحظته أن لعيبة المنتخب المغربي كانوا يلعبون بقلبهم. في الختام حابب أن أنا أسمع تعليقك مرة أخرى على المنتخب الأرجنتيني وفوزه التاريخي بكأس العالم، هذا التعليق اللي أصبح ملهم لجميع الناس في حول العالم وبقى فيديو مهم جدا لنا جميعا تأثرنا به جميعا. هل تتذكر هذه الكلمات؟ كلمة كلمة، وبالتالي أنا صرخت وقلت الأرجنتين بطل العالم أكثر من مرة، وكنت كان كلاوديو بوردي بطل العالم في 1986، وتذكرت أن من السماء نزل من السماء مارادونا وقد جعل هذا متاحا، وأعتقد برضو ما هذا لم كان قد تشوفه والتاتا براون ولوكي كلهم كانوا أبطال العالم وأنهم متوفين الآن، فأعتقد بأن أرواحهم نزلت من السماء وأعتقد بأنهم مستريحين الآن وفرحين. فندم شرفتنا ونورتنا، أسعدتنا جدا بوجودك معنا النهاردة، كنا فخورين جدا وأمتعتنا جدا بهذا التعليق الرائع جدا في كأس العالم. أندرياس كانتور المعلق الأرجنتيني الشهير صاحب أعظم وأفضل لقطات المونديال على الإطلاق، تعليقه على فوز الأرجنتين بكأس العالم 2022. طيب